كان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، وقالوا أليس هذا يسوع ابن يوسف؟ يبقى العرف عند الناس ده ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول هذا أني نزلت من السماء؟ هو متغاظين بالكلمة، مع أن لسه يوحنا المعمدان قبلها قال إيه؟ اللي جاي من فوق فوق الكل، اللي جاي من الأرض أرضي. يعني يوحنا المعمدان هذا الصوت الصارخ، الرجل اللي كل الناس قالت ده مش ممكن حد يختلف عليه، ده رجل الله، بشهادة المسيح أعظم مواليد النساء، قال ده جاي من فوق وأنا ما استاهلش أحل سيور حذائه. فإذن شهادة يوحنا كان ليها وزنها. طب ما هو المسيح ما بيقولش غير اللي قاله يوحنا عنه، أنا نازل من السماء. لكن هم طبعا رفضوا كل ده بالكبرياء. كيف يقول هذا أني نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم. يعني إيه؟ ما تعملوش مشكلة. إذا ما كانش حد هيقول كده يفتح قلب ربنا ويقبل إن ربنا يقنعه بنفسه يعلن له الحقيقة، مش شايف. يعني إيه؟ هنا يبان قاعدة مهمة أوي، أن قبول الإيمان في دور إلهي ودور بشري. ربنا يخاطب القلب، في واحد يعند وفي واحد يستقبل، في واحد يفتح عقله وقلبه ويفرح، وفي واحد يفضل يصد ويبعد الكلام ورافض، رافض بقى لأنه له غرض تاني، رافض لأنه متكبر. إذن حين يقبل أحد الإيمان في اللحظة دي في حاجتين حصل، في تدخل إلهي، دور إلهي نعمة، وفي دور بشري. لأن ربنا ما بيفرضش نفسه على الناس، ومع هذا يدعي كل الناس، يخاطب كل القلوب، يقرأ على كل القلوب، لا يترك نفسه بلا شاهد. لكن مش كل واحد بيستقبل، بالعكس يمكن الغالبية من اليهود رفضوا اللي المسيح بيقوله. أجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم. ليه؟ لو أنتم مش عجبكم الكلام يبقى أنتم رافضين كلام الله الآب اللي بيقنعكم من جواكم وانتوا قافلين معاه. تفكرنا لما المسيح سأل التلاميذ، الناس بتقول عليا ايه؟ قعدوا يقول انبياء وغيره، لهم وانتوا؟ فبطرس قال له لا، انت المسيح طبعا ابن الله الحي. قال له طوباك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي. يبقى اللي حصل ان بطرس في دعوه داخليه في استناره هو تقبلها، لأنه شخص طيب وبسيط، فرح بالاكتشاف، إيه ده يسوع ربنا، فرح. فقال له شاطر يا بطرس. ليه؟ لأن الآب أعلن لك وأنت تقبلت. ما هو ليه التطويب؟ لأن بطرس له دور. لكن بعيد كلام المسيح، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي. يبقى هنا الآب الثالوث الأقدس يعلن الحقيقة، عشان كده هيجي كلمة يكتذب الآب. الآب يجذب النفوس إليه، لكن هل كل النفوس تأتي؟ لا. زي الخلاص لكل العالم، هل كل العالم يخلص؟ لا. ليه؟ الإنسان حر، يقبل أو ما يقبلش، يقوم ربنا يكرر الدعوة تاني وتالت وعاشر ومية ولغاية آخر العمر لعل الناس تقبل. لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب. وكأن الأسرار الإلهية ما يقدرش حد يستوعبها لوحده. يعني فعلا الأسرار الإلهية سر التجسد فوق العقل، يفوق العقول. مين يقدر يستوعب يعني الله خالق الكون الذي بلا زمن وبلا حدود يتجسم من بطة عذراء ويبقى إنسان زينا؟ حاجة فوق العقل. لكن مقبولة؟ طبعا مقبولة بالروح القدس، مقبولة، ما احنا مسيحيين وقبلناه وفرحانين به، وده سر خلاصنا. وشاف المسيح، يعني شفنا المسيح بيعمل معجزات ومصدقينه، وكل يوم الإيمان يزيد.